الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أصدر تصريح هام جدا منذ ساعات، قال: تابعت بقلق شديد الاستخدام المفرط للقوة من الجيش الذي أدى لسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وحق التظاهر السلمي هو حق مكفول لكل مواطن ولا يحق التعدي عليه، في انتقاد صريح لممارسات قوى الأمن ضد المتظاهرين. ايضا حرق الاثار المصريه، بما ان احنا اتكلمنا على المجمع العلمي من شويه، حرق الاثار المصريه يؤدي تباعا لتدخل قوات اجنبيه لحمايتها. لا لا لا، يعني ما فيش حد يتدخل عشان يعني يدافع عن مكان اتحرق في ظل احداث زي كده. لكن الاهم من دوت ان البلد بتضيع فعلا. لابد انه القائمين على اداره شؤون البلاد هم وعدوا الحر دين انهم هيسلموا اداره البلاد لحكومه مدنيه، عليهم انهم ياخدوا الاجراءات الكفيله بذلك. هم قالوا ان هم امناء على الثوره المصريه ولم يستخدموا قوة الجيش ضد الثورة المصرية ولا ضد الشعب المصري، وانحازوا للثورة من بداية. نتمنى ان هم يعني كانوا يصدقوا في وعدهم، وما منشوفش ضباط جيش بيعروا الفتيات في الشارع، ولا بيضربوا المواطنين في عرض الشارع وبيسحلوهم، ولا يستخدموا الجيش لذلك. لانه امبارح لما نعرف انه الثوار يعني احتجزوا احد الضباط ويعني اوسعوه ضربا وربما حياته تعرضت للخطر، فده مؤشر خطير. نفس اللي حصل مع جهاز الشرطة في 25 يناير وما تلاه قابل للتكرار، وقتها هتبقى المذابح في الشارع، لأنه هيبقى استخدام السلاح أو استخدام العنف من كل الأطراف، وإحنا ما نتمناش ده. إذا كانت الشرطة المصرية الجيش الشعب المصري قدر في 25 يناير لحد 8 فبراير إنه ينهي وجودها، إحنا ما نتمناش بأي حال من الأحوال إن الجيش المصري يمس، لأن إحنا دولة عندنا مخاطر في المنطقة. الجيش المصري انحاز للثوره من اول يوم، نتمنى ان يكتمل انحيازه للثوره المصريه، وانه يكون امين لتسليم الثوره للشعب المصري، لان دي ثوره الشعب المصري مش ثوره الجيش المصري. تمام. وهنا احنا يمكن موضوع فكره بقى الانحياز للثوره من اول يوم والكلام ده كله هيبتدي يتحط بقى في تساؤلات كتيره جدا، واحنا للاسف طبعا واعتقد ان على مدى السنين اتعودنا ان ما بقاش في مسلم به، يعني فكره التسليم بحاجه اصل ده كذا اصل ده كذا، ده ما يبقاش نافع خالص خصوصا باللي بيحصل. بس خلينا دلوقتي نتكلم في اللي جاي وفي الحلول. طبعا صعب الكلام في اللي جاي بما ان الوضع ملتهب على الارض، بس يعني النهارده احنا بنتكلم نقول نتمنى ونرجو ويا ريت ويا سلام والكلام ده كله. التظاهر هيفضل موجود لان دي طبيعه مرحله، وده حق زي ما قلنا تاني، وده حق عالمي اقرته المنظمات العالميه الحقوقيه اللي حضرتك ممكن تكون تتعامل معاها. يعني هل احنا فعلا عندنا مشكله ان مفيش قوات مدربه للتعامل الحضاري والتعامل المحترف مع المظاهرات حتى تفرقها بطريقه محترمة زي ما بيحصل في العالم كله، حتى لما بيبقى فيه عنف يبقى بحدود؟ احنا عندنا مشكلة في هذا الموضوع، وايه الحل في ده؟ لان واضح ان ده لا شرطة عرفت تعمله ولا امن مركزي عرف يعمله ولا شرطة عسكرية عرفت تعمله. ما حدش قادرين نلومهم برضه، ان واضح ان في خلينا حاجة غلط. نقول انه لو احنا طول الوقت اتعاملنا مع كل الاحتجاجات وكل المشاكل اللي بتحدث على انها مشكلات امنيه على ان نحلها، بالظبط، البلد داخله في كارثه. صحيح، انت عندك مشكلات لابد من حلها، الناس ليها مطالب مشروعه، رئيس الوزراء اللي الثوار مش معترفين بيه بيأكد على مطالب الثوار، الناس شايفه ان الدكتور الجنزوري يعني جاي من نظام مبارك، راجل حكم مصر 18 سنه ما بين وزير ورئيس وزراء، راجل شارك في كل الاحداث ابتداء من قانون الطوارئ اللي استمر، المحاكم العسكريه اللي استمرت، الاعتقال، بيع القطاع العام وافقار الشعب المصري، كل الخدمات المتدنيه، وكمان تظاهر حق مكفول. انا بتكلم حتى ده اكيد ده كلام انا يعني ماليش راي فيه، المواثيق الدوليه قالت كده والقانون المصري قال كده. انا بتكلم على انه الملفات العالقه اللي بتسبب مشاكل كان يمكن حلها، كان في عدد من الاسماء المحترمه قدام المجلس العسكري يقدر يختار منهم رئيس للوزراء. ليه تجيب رئيس وزراء عنده 77 سنه تم طرده من حكومه في عهد الرئيس مبارك، ويعني خرج يعني بعد 18 سنه من قضائه يا وزير رئيس وزراء، وتقول انت رئيس وزراء لحكومه ثوره؟ ده مش تمام. ما هو مقبول. انا احنا دلوقتي بنتكلم في الاسباب وانا متفق ده معاك في الاسباب. اسباب، يبقى خلينا نتكلم دلوقتي، انا كان سؤالي واضح، كان سؤالي هو حق التظاهر ده حق محترف يعني معترف به عالميا ودوليا صحيح وانسانيا، صحيح. هل احنا النهارده عندنا مشكله في التعامل الامني مع هذا الحق وهذا المظهر الحضاري في التعبير عن الراي؟ واذا كان في مخالفات او كان في خارجيين او بلطجيه او اشباح او ايا كان، يعني هل في طرق
احترافيه للتعامل مع هذا الوضع امنيا، واحنا عندنا مشكله ان ما عندناش القوات التي تستطيع ان تفعل هذا بدون ان تتمادى ويحصل اللي بيحصل؟ هو لا ده تقدر، السؤال. لا تقدر. بص طبعا حضرتك مش حضرتك، خبير امني، انا لا لا فاهم، لا لا بس من لا 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 متابعتك حضرتك يعني. الموضوع بسيط جدا. قوات الشرطة وقوات الجيش بينفذوا التعليمات، دول مفعول به. من يصدر التعليمات هو السياسيين أو القادة السياسيين. لو جينا حضرتك وأنا رحنا انتخبنا من عدة أيام وشفنا الانتخابات تمت إزاي، هنلاقي الجيش والشرطة بيأمنوا الانتخابات في سلاسة وفي احترام شديد. لو رجعنا بالذاكرة لسنة ورا في 2010 أو في 2005 في الانتخابات، هنلاقيهم كانوا بيضربوا الناس وبيجروا وراهم في الشوارع وبيعتقلوهم وبيضربوهم بالنار. الفكرة إن الشرطة أو الجيش بينفذوا التعليمات. ده قول واحد. يعني بمعنى إيه؟ لو جينا قلنا إن الناس في ميدان التحرير الشرطة مش هت تتعامل معاها بعنف زي محمد محمود، الناس هتقف في الميدان بكل احترام. لما جه الجيش تدخل وقال عمل ساتر، الأحداث انتهت. لكن كان طول الوقت وزارة الداخلية عندها تعليمات في حكومة شرف بقى اللي جاي ميدان التحرير انه يخلي الميدان. فقعدوا يضربوا في الثوار عدة ايام لدرجة ان مات 40 واحد، وكان الادعاء انه الناس عاوزين يهجموا على وزارة الداخلية من شارع محمد محمود، وده قول كاذب. لان بمجرد ما اتحط الساتر الناس هديت وخلصت. كان كل اللي بيحصل انه كان فيه هجوم من وزارة الداخلية او بالتحديد من الامن المركزي على الميدان والناس بتصده. يبقى اذا بمجرد ما جات لهم التعليمات ما تهجموش على الناس، الموضوع خلص. كان يقدر نفس الفعل دوت يكون عند مجلس الوزراء، لا يتم اعتقال الشباب داخل المجلس وتعذيبهم، ولا كان يتم إهانة الناس ولا تعرية الفتاة في الشارع، ما كانش حصل كل الأحداث، ولا كان البلطجية ولا كان الناس المرتزقة يخشوا ويحرقوا المجمع العلمي. لأنه اللي عاوز يولع البلد بيعمل أي فتيلة صغيرة وبعد كده الأحداث بتكبر، كرة تلج وبتكبر. فأنا أظن القانون المصري نظم تماما موضوع الاحتجاجات وعمل تدرج في التعامل معاها. ما فيش فيه موت، ما فيش فيه اطلاق الرصاص على الناس، لكن اللي بيحصل ده تجاوز للقانون، تجاوز المواثيق بس هو مفيش الدولية. تفعيل، ما احنا بنتكلم على القانون يعني هم كده بقى، ده عندهم مفيش تفعيل تعليمات، للقانون اصلا. هم يعني عندهم تعليمات انه الامور تكبر والامور ما تهداش. لو عندهم تعليمات ان الامور تهدى، انت لو تركوا الثوار في ميدان التحرير بعد 10 ايام انفض ميدان التحرير. لماذا؟ خلاص الناس يعني تظاهرت، لقيت في حريه في التعامل، مفيش التحدي. لكن هات بقى 30 مصاب وقفوا قدام مجمع يرفعوا يافطات ان هم ما خدوش تعويضات، نزل عليهم الامن المركزي ضربهم، الناس رجعت ميدان التحرير تاني. في ماتش الكوره الشباب رايحين يتظاهروا وقالوا شعار ضد الدحيح والعدل، الامن المركزي ضربهم، تاني يوم نزلوا ميدان التحرير الارترس وراحوا عند السفاره الاسرائيليه. باختصار شديد رد الفعل الامني مش عاوز يتغير، بيتعامل بغشم شديد مع الناس، والناس اتغيرت، ما عادتش الناس الخانعه اللي هي قبل 25 يناير اللي بتهدى وبتسكت وشايفه ان قلم الحكومه ما يزعلش، لا بيزعل، واللي يضربنا نضربه قلمين كمان. فدي كارثه لو انه ما استوعبوش التغيير اللي حصل، للاسف هتبقى في مشاكل كبيره في مصر. هنتابع مع حضرتك اكيد، او كلنا بنتابع الحقيقه اللي بيحصل، ونتمنى ان جهودكم كمنظمه للاصلاح الجنائي او انكم منظمكم يعني جهودكم كحقوقيين او حتى ك بني ادمين يعني تؤتي بثمارها ايا كانت يعني، وتكون ما فيش تعويض عن حد بيروح ولا عن دم، بس يعني على الاقل يكون في ردع زي ما قلنا تاني، لان مش هينفع نكمل كده خالص يعني. صحيح. استاذ محمد زارع رئيس المنظمه العربيه للاصلاح الجنائي والمحامي، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. ومشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح لفاصل ونرجع تاني.